ملكوت خلقه الله ولا عمرنا عرفنا ماشي في اي اتجاه احنا وظروفنا في منا ينده لنا شمالنا يلقفنا حاسبين خطوينا وبكره ست ومغريه بنشم على ظهر ايدينا ولا احنا مثلا انبيه ضحك الزمان فجاه علينا وهرانا كلنا سخريه طلع اللي قال الرجل الدب مكان مضحك جدا كبير قوي يكسبنا وسكك بتتغير ماشيين بأمل إنما مش مفروشة لنا ورد بتاخدنا دنيانا أهيانا أوقات على أخوانا بنكون في أبعد سما هل كنا حاسبين خطوينا وبكره ست ومغريه بنشم على ظهر ايدينا ولا احنا مثلا انبيه ضحك السماء فجاه علينا وهرانا كلنا سخريه طلع اللي قال الرجل الدب مكان ما تحب جدك كبير قوي يكسفنا يا هسؤولي لغاية دلوقتي ما يعرفوش انك مش ابوهم ولا هيعرف ولا هيعرف ما انت نسيت تقول لهم يعني قال لهم ليه ده انا ما صدق العيال متعلقين بيا يا معلم مش بقول لك ما اقدرش اسيب محمود كده هسيب ابني بيتعذب واقف ساكت طيب يا سيدي عايز نعمل ايه؟ عايز تشغله في الشركه بتاعتك واد شاطر قوي وعنده كرامه واخلاقه عاليه اضمنهولك برقبتي انت عايزني اشغل ابنك في شركتك يا عباس حاضر يا سيدي خليه يجيب الاوراق ويجي لي على طول متشكر قوي قوي يا محرم بالمناسبه هو خريج ايه؟ اداب قسم فلسفه يا طب واداب قسم فلسفه يا فالح هيعمل ايه في شركه استيراد وتصدير؟ يا سلام هو في حد في بلدنا بيشتغل بشهادته؟ وبعدين بقول لك ده واد شاطر اشتغل في مكتبه واشتغل في معرض الكتاب وفي الاجازات دايما كان بيشتغل طيب طيب خلاص خلاص عرفنا هشغلهولك بس نشوف نحطه فين في الاول وظيفه محترمه ابني
حاضر يا سيدي. مرتب محترم. تحب حضرتك ندفع له كام؟ انا ما احبش الكسر. ادفع له اللي المفروض تدفعه له، بس لو الولد بقى باين كفاءه اديله زي ما انت عايز. حاضر، علم وينفس. محرم، انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه. خلاص بلاش اقول انا. قول لي انت بقى يجي يستلم الشغل امتى؟ يا سلام، ان شاء الله من بكره الصبح. حجرين يا ابني هنا كمان. لا كفايه بقى يا عباس. دول على حسابي. رشوة. استنى بس يا محمود، استنى يا ابني. مفيش مبرر في الدنيا يقنعني باللي انت عملتيه ده. طب افهم مني واسمعني الاول بس. افهم ايه؟ افهم ايه؟ اودي وش من الناس كده. اودي وش من اهل الحرف هنا. انا ناقص تهذيب وتهذيب في وسط الحرف. جابني راجل غريب قدام الدنيا كلها تقول لهم ده ابويا. عيب عيب، ما تقولش كده على ابوك سلطفي يا واد. تاني هتقولي لي سلطفي وابويا؟ معلش ساعات الواحد بيعمل حاجات غصب عنه يا محمود. انا بقى مش قاعد لك في البيت ده دقيقه واحده. انا ماشي. تسيبني لوحدي يا ابني؟ ولا ليا حد غيرك يا ابني؟ ده انت الشجر اللي بسقيها واقول لما تكبر هتضلل عليا واقعده وامد ايدي واكل من كتفه يا ابويا. لما تكبر عايز تهرب؟ عيب يا محمود، عيب يا استاذ محمود. العيب هو اللي حصل يا ام محمود واللي مش هنقدر نصلحه. خلاص قدام اهل الحاره وقدام كل الدنيا الراجل ده بقى ابويا. عايزين ارجع اقول لهم ايه؟ سوري يا جماعه، الراجل اللي كان واكل شارب نايم في سرير امي ما طلعش ابويا في الاخر. حليها انت. اعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجه. انا ماشي. لا لا يا محمود، هتمشي وتسيبني تروح فين يا ابني؟ اروح في 60 داهيه، مالكيش دعوه بيا خالص. حقك عليا يا ابني، حقك عليا، انا غلطت. لكن تسيبني يا ابني، تسيبني كده من غير كده. هاتي لك واحد من الشارع وقول لهم ان ده يبقى ابني. اخلص يا واد، قطعي ايدي تعالى، قطعي ايدي يا محمود، ما تسيبنيش. يا محمود انت مستعجل كده ليه؟ انت رايح على فين؟ انت اللي رايح على فين؟ طالع فوق بصفتك مين؟ يعني ايه بصفتي؟ انت مش ابويا. كفايه قوي اللي حصل لحد كده. هو ايه اللي حصل؟ التمثيليه بتاعتك كشفت يا استاذ. التمثيليه اللي لعبتها علينا كلنا وكلنا صدقناك. الله، مين؟ سلطفي؟ اهلا سلطفي. يا محمود انت شايل الشنطه دي ورا على فين؟ ايه ده؟ انت زعلت؟ تغور؟ بقول لك ايه يا سلطفي؟ دي عيله واطيه ومعفنه وانا عارفها كويس قوي. راجل ابو سلوى ده راجل متني يموت على القرش. على فكره الناس دول الحاره الغادر دول كانوا عايزين يقدموا وصولات الامانه للنيابه، بس انا قلت لهم لا يمكن يحصل ده ابدا. طب ايه يا جماعه؟ انتوا واقفين كده ليه على السلم؟ هتقفوا تكلموا كده؟ ما يصحش يقف على السلالم ولا مؤاخذه على البسطه يعني الحريق. يلا الله، هو حصل ايه؟ هو انا اتدخلت في شؤونهم؟ زعلوا مني ولا ايه؟ انت ازاي تيجي البيت ده وتقعد فيه على انك ابويا؟ ازاي راجل غريب يبقى راجل البيت؟ ابرر وجودك دلوقتي لاهل الحاره اقول لهم ايه؟ ها؟ اقول لهم ايه؟ مش عارف. صدقني يا ابني، من ساعه ما جيت البيت ده وانا كل لحظه عايز امشي. انا مش عارف كان ايه اللي بيحصل، حاجات قدريه كده بتعطلني. وحاولت اقول لك انت واختك، ما قدرتش يا حبيبي، خفت اكسر بخاطركم. كنت ناوي تفضل في التمثيليه دي لحد امتى؟ على طول؟ لا مش على طول يا محمود، كنت لازم هقول بس في الوقت المناسب. في الوقت المناسب؟ وسمعتنا؟ سمعة الست دي ما فكرتش فيها؟ شوف يا محمود، انا حبيبي صحيح مش ابوك، بس عمري ما حسيت انك مش ابني. عمري ما حسيت ان لبنى مش بنتي. عمري ما حسيت ان العيله دي مش عيلتي بجد. انت لسه هتمثل علينا تاني؟ ما كفايه بقى. كفايه انت يا محمود، كفايه يا ضنايا. الراجل ده من ساعه ما دخل عندنا يا ابني وشال عننا كتير. شفت وصلات الامانه اللي كتبها على نفسه واختك لما كانت في المستشفى؟ والله وقف جنبها كانه ابوها بالظبط. انا اللي عايز افهمه حاجه واحده بس، ليه كنت بتعمل معانا كل ده؟ ليه؟ هتفهم يا محمود بس بعدين، بعد ما تتجوز وتخلف وتعرف يعني ايه اب. دول ناس غدر
الراجل وابنه طالعين عمالين يدردشوا على السلم ولا على بالهم اي حاجه. اديتهم ودي، سمعتهم بيقولوا اللعبه والتمثيليه، قلت بس قفشتها يا طارق، دول بيتكلموا على وصولات الامانه. ليه؟ وهي وصولات الامانه دي لعب عيال ولا لعب عيال؟ دي سجن ونيابه على طول. سجن ونيابه على طول. افتي يا اخويا افتي، ما كل واحد دلوقتي بيتكلم في القانون كانه السنهوري باشا. ما تفهمنا انت عم طاهر وترسينا. شوفوا بقى يا فندي، ده الحجه الوحيده اللي هيقولها ان هيقول الوصولات دي الامضه اللي عليها مش امضتي. وتروح بقى افتح الحاج بوليس والنيابه ومحاكم سنه سنتين وموت يا حمار على ما جيلك العليم. ليه بقى؟ واحنا هنسكت له؟ الحكايه دي مالهاش حل واحد بس. حل واحد؟ ايه هو؟ الوصولات دي ياخدها المحامي ويوديها النيابه. ايه اللي يرضيك يا محمود؟ اسيب البيت وما تشوفوش خلقتي تاني؟ لا، لو سبت البيت الناس هتاكل وش. ما ينفعش تفضل قاعد معانا طبعا. خلاص قولوا اني مت. وافرض حد شافك هنا ولا هنا؟ طب اعمل ايه يا محمود؟ قول لي انت عامل ايه؟ اللي انت هتقوله انا هعمله. مفيش غير حل واحد بس. اللي هو الطلاق. اطلق امك يعني؟ يا لهوي، تطلقني يا سلطفي؟ يا ست، هو انا كنت اتجوزتك عشان اطلقك؟ ازيك يا محمود؟ امال ست والدتك فين؟ انا هي ابو سينا. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ خلص عزيزه. الله يعز بقى. ماما شفتي ده انت ابو سينا جابت لي ايه؟ حلوه يا اخويا حلو. لازمته ايه التعب ده؟ اتفضلي تعبك راحه يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي، هات لنا حاجه ساقعه. الست جت على غف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. بابا شفت طنط بوسينه جابت لي ايه؟ حلوه قوي يا حلو. هي مين طنط بوسينه دي؟ دي ام سمير يا بابا. سمير مين؟ خطيب لبنى. والنبي يا ابن محمود، سمير من ساعه ما عرف ان انا جيت لك وطلبت لبنى وانك وافقتي والفرحه مش سايعاه. ربنا يهنيهم ببعض يا حبيبتي. وهو فين يعني؟ ما جاش معاك؟ جاي يا اختي ومعاه الشبكه. الله، امال فين الاستاذ لطفي؟ جوه جوه هيجي يسلم عليكي حال. ده فرحان قوي ان سمير هيخطب لبنى. معلش انا عارفه ان هو لسه راجع من السفر وملحقش يشبع منها، لكن هم يسافروا ويرستقوا نفسهم هناك ويبعتوا له يسافر لهم ويقعد عندهم زي ما هو عاوز. هيسافروا مع بعض. كل ما تقول حكايه السفر ده، معقوله البنت تسافر وتسيبني لوحدي؟ يا اختي حلاوتها في حموتها. سمير عايز يشبك النهارده ويكتب الكتاب الخميس الجاي وياخدها ويسافروا على طول، وربنا يا اختي يهنيهم ببعض. جرى ايه يا ابو سينا؟ لازمته ايه السرعه دي؟ لا جهزنا ولا خيطنا هدمتين للبيت. يا اختي احنا عايزينها بالفستان اللي عليها، وما تسافر معاه هناك سمير هيجيب لها كل اللي نفسها فيه. تعالى يا ابو سمر اتفضل. امال ماما فين؟ جوه في الصالون، هجيب كوبايات وحصلكوا على طول. هو ده سمير؟ ايوه هو ده سمير يا بابا. لازمته ايه التعب ده كله؟ اتفضل يا استاذ سمير. الله، هو صلوطي مش هيجي عشان يقرا الفاتحه؟ هيجي يا حبيبتي. هو يقدر يتاخر؟ الف مبروك يا سمير يا ابني. الله يبارك فيك يا ست محمود. الله، امال اسم النبي حارسها فين؟ زمانها جاي. الاخرك كنت في الكليه في ايه؟ وبعدين ايه ده، احنا عندنا حد؟ ايوه، سمير ومامته جوه. تاني يا محمود، ما قلت لك مش عايزه تحب اتجوز. انت امك تتصرف معاكي. لبنى. بابا الحقني، هعمل ايه دلوقتي؟ وحيده انزل العب تحت. هعمل ايه يا بابا؟ مفيش يا حبيبي، ما تقلقيش مش هتتجوزيه. ادخل اوضتك واقفل عليك. يلا اتفضلي. عقبال فرحك يا حبيبي. بحياتك يا اختي. امال فين لبنى؟ ده انا سامعه صوتها. تلاقيها مكسوفه. ناديها يا محمود. ماما. نعم. دي يلا. حاضر، البيت بيتك يا اختي، ما بيبطلش طلبات. عايز ايه يا ضناي؟ ايه؟ يعني ايه؟
هي هتمشي كلمتها علينا والنبي لا دخلالها. بالاذن يا اختي يا ام سمير. بالاذن انت يا ام محمود. سلطفي؟ سلطفي جوزي. اهلا وسهلا يا سلطفي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الست ام سمير جيراننا من زمان وعشرة عمر، ناس ايه بقى؟ اخلاق وكمل وجايين علشان يا اخويا. عارف عشان ياخدوا لبنى لست سمير. ده شرف لينا يا سلطفي. شوف يا ست ام سمير، انت عارفة طبعا الجواز ده اسمه ونصيب. انتوا ناس طيبين. والست ام محمود ما بتبطلش كلام عليك وعن اخلاقك الحقيقه. تعيش يا سلطفي. الحقيقه يا ست مسامير انا اديت كلمه بخصوص لبنى لناس تانيين ومش هقدر ارجع في كلامي. ايه؟ ناس مين؟ يعني ايه؟ بترفض ابني سمير؟ بس الست ام محمود قالت لنا ان لبنى فاضيه ومحدش بيتكلم عليها. اسمعين انا يا ست مسامير، انا ابو لبنى وعارف انا بقولك ايه كويس قوي. ايوه بس سمير ابني اشترى الشبكه وحضر نفسه وهياخدها ويسافر على طول. سمير يسافر بالسلامه، لبنى مش هتقدر تسافر، وان شاء الله ربنا يكرمه بعروسه احسن من لبنى. يلا بينا يا سمير. يلا فين؟ استنى والنبي ما حد هيتجوز سمير غير لبنى. الله الراجل ده مش ايه؟ مش ايه يا ام محمود؟ مش عارف مصلحه بنته. لا انا عارف مصلحه بنتي كويس قوي. لبنى مش هتتجوز غير بموافقتي واللي انا عايزه. الحقني يا محمود. خلاص خلاص يا ست ام محمود، الظهر الجوازه دي مش على مزاج سلطفي، واحنا بقى مش هنضرب حد على ايديه. يلا بينا يا سمير. جرى ايه يا ابو سين؟ هتسمعي كلام الرجاله؟ استني بس يا اختي، ده احنا عايزين حالي. سمير كلم امك والنبي لبنى ما هتتجوز. كلم امك ايه بس يا هو انا هلاقي احسن منه يا اختي؟ اسمعيني بس يا وليه، تعالي. انت ايه اللي حشرك بينا؟ انت ناوي تخرب على البيت؟ انت مالكش كلمه علينا. انت هتسوق فيها غير انت؟ انا مش فاهم انت طلعت لنا منين. كان يوم اسود يوم ما شفناك. انت باي حاجه تدخل في حياتك كده؟ لبنى مش هتتجوز سمير. انت بتقولها تاني؟ انت هتطلقني، هتطلقني وتحل عني. مش هطلقك ولا هحل عنك غير لما اطمن على بنتي الاول. ما تسوق بقى، انت صدقت انها بنتك؟ اسمع يا محمود، انت صحيح مش ابني بس انت قدام الناس كلها ابني، على الورق انت ابني، عشان كده انا مش هسمح لاي بني ادم يكبر بنتي على انها تتجوز جوازها هي مش عايزاها. مين اللي قال لك انها مش عايزاها؟ ايوه يا محمود انا مش عايزه اتجوز، ولا يمكن اتجوز اللي اسمه سمير ده، وانا قلت لكم الكلام ده مليون مره. اه قلت مليون مره وانا صدقتك. اقول يمكن انت في حد في دماغك يا بنت؟ يا ماما مفيش حاجه، مفيش حاجه، مش عايزه اتجوز وخلاص، وانا قلت الكلام ده لبابا وهو موافقني على كده. ايوه انا موافقها، لبنى مش هتتجوز غير اللي هي عايزاه. انت مالك انت؟ انت بتتكلم بصفتك مين؟ يعني ايه بصفته مين؟ بصفته ابويا طبعا. لا مش ابوك. ده مش لطفي الجنايه، مش ابوه، ده راجل غريب ما نعرفوش اسمه عباس البنيه. ما تقولي لها يامه. هي دي الحقيقة. الراجل ده اللي نعرفه ولا يعرفه؟ انت بتقول ايه يا محمود؟ اللي انت سمعتيه يا لبنى، ده مش ابونا. ازاي؟ هلا يمكن تكون مش بابا؟ ماما ماما انت قلت لي مين ده بابا صح؟ رد علي يا ماما. ولا حاجة يا بابا. لا. عجبك اللي انت عملته فينا ده؟ الأستاذ هشام فاروق الويشي؟ أيوه. تسمح لي أخذ من وقتك 10 دقايق، موضوع خاص جدا. مين حضرتك؟ أنا عباس الدميري. ممكن؟ اتفضل.
خير؟ خير إن شاء الله. أنا واثق إنك إنسان متحضر وراقي، وهتقدر تتفهم الموضوع اللي جاي أكلمك فيه. يا ريت تدخل في الموضوع بسرعة ومن غير مقدمات. الموضوع باختصار يا أستاذ هشام، إن أنا ارتبطت بواحدة، حبينا بعض حب حقيقي، حسينا إن إحنا لا يمكن هنقدر نستغنى عن بعض. المشكلة في أهلها، أهلها ناس أكابر من علية القوم، وكان لا يمكن هيوافقوا على جوازنا ده، فاضطرينا إننا نتجوز في السر بدون علم أهلها. معلش يا أستاذ هشام، أنا مش هاخد من وقتك كتير. المهم اتجوزنا بورقة، جواز عرفي. طبعا أنا ما كنتش موافق أبدا على حكاية الجواز العرفي دي، بس هي اللي أصرت، لأن هي أضرب أهلها وعارفة إن هما لا يمكن هيوافقوا، ما كانش قدامها حل تاني. حضرتك عاوز مني إيه دلوقتي؟ عايزك تعترف بجوازنا ده. نعم، وأنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ علاقتك بيه إن الإنسان اللي بتكلم عنها دي هي أقرب واحدة ليك. أقرب واحدة ليا؟ أنت بتتكلم عن مين بالظبط؟ بتكلم عن أنسة داليا أختك. داليا؟ أنت بتقول إيه؟ داليا أختي أنا؟ متجوزك أنت؟ أنا هوديك في 60 داهية. اهدأ 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 أرجوك. داليا؟ تتجوزك أنت؟ بتحبني؟ هتعمل إيه؟ داليا بتحبك أنت؟ الحب أعمى يا شنبي. لا لا، انت مش طبيعي. انا هطلب لك البوليس، انا هسجنك. استنى بس، استنى هشام بيه، كل حاجه لها حل. قول لي انت كان ممكن نعمل ايه؟ كان المفروض تخش البيوت من ابوابها يا استاذ، كان المفروض تروح تقابل بابا، تقابلنا انا على الاقل، مش تاخد الامور كلها في ايدك وتتصرف زي ما انت عاوز. انت كده بتحطنا قدام الامر الواقع. ساعات الامر الواقع هو اللي بيحطنا قدامه يا هشام بيه. انت بتعمل ايه؟ بطلب داليا. داليا ايه علاقتها بالموضوع؟ الموضوع معاك انت دلوقتي، داليا خلاص بقت مرات شرعا. شرعا؟ تتجوزها بحتة ورقة في السر وتقول لي شرعي؟ هو الجواز العرفي مش شرعي ولا ايه؟ شرعي ولا مش شرعي؟ وبعدين تعالى هنا، انت اسمك ايه؟ انا قلت لك عباس الدميري. وبتشتغل ايه بقى يا سي عباس؟ هو تحية ولا ايه؟ ايوه تحية. رد عليا، بتشتغل ايه؟ مدرس تاريخ. مدرس ورايح تضحك على اهل بنت قد بنتك؟ ده انت صحيح انسان نادل وجبان. ما تظلمنيش يا هشام بيه، انا ما كنتش موافق على حكايه الجواز العرفي دي، داليا اختك هي اللي اصرت. داليا لا يمكن تعمل كده. انا مش قادر اصدق. داليا؟ ده بابا لو عرف، بس ده لازم يعرف، لازم يشوف حل في المصيبة دي. والحقيقة كان ممكن أروح لسيادة المستشار، بس أنا قلت أجيلك أنت الأول ونشوف حل. إلا إذا كان الموضوع هيضايقك قوي كده، أنا ممكن أسيبها. تسيبها؟ تسيبها بعد إيه؟ بعد المصيبة اللي أنت عملتها دي؟ أنت بقول أنت عايز إيه؟ يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب؟ وقلت لك انا ممكن اتجوزها رسمي على يد مازون. تتجوزها انت؟ تتجوز اختي؟ استنى بس عشان يعني الاحسن انك في لحظه انفعال كده تفضح اختك، ولا انك تهدى كده وتعالى نفكر في حل عاقل. حل عاقل؟ انا مش شايف لها اي حل. لا، انا شايف الحل الوحيد هو قسمة الجواز، هو ده اللي يبعد شبح الفضيحة عن أختك ويخليها تفضل طول عمرها ماشية راسها مرفوعة. أنا شايف كده، أنت شايف إيه؟ القرار ده مش قراري أنا لوحدي، بابا لازم ياخد خبر بالمصيبة دي ولازم ناخد موافقته. أنا اللي يهمني دلوقتي موافقتك أنت مبدئيا. يا شبي موافق؟ مفيش قدامي حل غير كده. أنا دلوقتي تأكدت إنك إنسان محترم، وداليا عارفة إنك جايلي
تعرف منين؟ الله، امال انت عرفت عنواني ازاي؟ عرفت من لبنى. لبنى؟ انت كمان تعرف لبنى؟ يا ابني انا ما اعرفش غير لبنى. استنى استنى استنى، تقصد ايه بقى انك ما تعرفش غير لبنى؟ اقصد ان انا ما اعرفش اختك داليا دي، لا عمري شفتها وما اعرفش اي حاجه عنها غير اسمها. امال كل اللي قلته ده كان ايه؟ تأليف، اي كلام. انا ابو لبنى يا هشام يا ابني، واظن اللي ما ترضاهوش لاختك داليا لا يمكن ترضاه للبنى، مش كده ولا ايه؟ يعني انت جاي عشان لبنى؟ بالظبط كده يا هشام. انت رعبتني. شفت ارتحت ازاي لما عرفت ان اختك مش متجوزه عرفي؟ انا عايزك ترتاح اكتر يا هشام، وتريحني وتريح لبنى لما تتجوزها رسمي. لبنى بتحبك يا هشام، كلمتني عنك كتير، وانا متاكد انك لا يمكن هتخذلها. انا مستعد اعمل كل اللي تقول عليه. لو تحب اجي معاك دلوقتي حالا واكتب عليها واتجوزها. تبقى عملت فيا جميل عمر ما هنساهولك. لبنى حكيت لي عنك كتير، بتحبك قوي، بس انا ما كنتش متخيل انك الو. ايوه يا داليا، ايوه يا حبيبتي، كنت بطلبك. لا ابدا، اصلك وحشتيني يا دودو. انت عامله ايه؟ كويسه؟ على فكره في خبر هتفرحي بيه قوي قوي قوي، انا هتجوز. ايوه، بنت زي القمر واهلها ناس طيبين قوي. طيب باي باي دلوقتي عشان قاعد مع والدها. باي. ياه، ده انت وقعت قلبي في رجليا. اصل داليا دي ملاك، طفله ملهاش اي تجربه ولا خبره في الحياه، وانت جاي تقول لي متجوزها عرفي. انا كنت هموت، بس انت صح، انت صح. ساعات انانيه الواحد ما بتخليهوش يشوف غير نفسه بس. الله، مش حضرتك اسمك لطفي الجنايني؟ ايوه بالظبط كده. امال عباس الدميري ده في الاوانطه برضه زي حكايه داليا؟ ايوه، عباس الدميري في الاوانطه، مجرد اسم مش اكتر. طيب عن اذنك يا عمي هروح اغير هدومي واجي معاك، نروح ناخد لبنى ونكتب الكتاب حالا. لا 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 لا، مش عايزين نكلفه الموضوع ده يا هشام. أمها لازم تفرح بيها، وأخوها لازم يمشي في الحارة مرفوع الراس، والحارة كلها لازم تبارك لها. يعني لبنى مش هتتجوز في السر تاني. عندك حق يا عمي، وبابا كمان لازم ياخد خبر بالجوازة دي، ولازم يحضر معايا الفرح. طب افرض لا قدر الله ما وافقش؟ أبقى عملت اللي عليا وقلت له، وهاجي لك لوحدي وبطولي. هتقبلني يا عمي؟ تعرف حضني يا هشام يا ابني. ما قلتليش يا عمي، عايز مهر كام للبنى؟ والله لو معاك الربع جنيه يبقى خير وبركه، ما معاكش نقسط لك. ده انتوا داخلين على طمع بقى. بس على فكره هدفع في المؤخر 100,000 جنيه. لا يا هشام، الجواز يا ابني ما هو الصفقه. لبنى بتحبك، عارف يعني ايه بتحبك؟ كنوز الدنيا مش هتعوضها عنك. لو حصل بينكوا حاجه لا قدر الله، مش المؤخر هو اللي هيرجعك. لا، انت مش مدرس تاريخ، انت مدرس فلسفه. الله، انما لبنى كانت قايله لي انك بتشتغل في السيرك مروض اسود. ايه حكايه مدرس التاريخ دي بقى؟ في الاونطه، كله في الاونطه.
طيب عن اذنك يا عمي هروح اغير هدومي ونروح للبنى نفرح. اتفضل. استاذ عباس. بابا انا بابا. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مش قايل لك ما تجيش هنا ابدا؟ اعمل ايه؟ كان لازم اجي اشوف هشام، لازم نشوف لي حل في المصيبه اللي اسمها سمير دي. انت بتتكلم مين يا عبد الله؟ دي لبنى هشام ظهر قلبها حاسه جت جري. لبنى وحشتني. يا ابني انت رايح فين؟ ايه مش خلاص يا عم هنكتب الكتاب؟ لما تبقى تكتب الكتاب. كتاب ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ابوكي ده زي العسل يا لبنى، ولعلمك بقى احنا بقينا اصحاب. يعني لو عكننت عليا ولا شغلت اسطوانه النكد على ابوكي على طول وهو هيجيب لي حقي. انتوا بتتكلموا بجد؟ بجد يا بابا؟ ربنا يخليك ليا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. شوفوا بقى امك واخوك وابوك واختك على راسي من فوق، بس هو ده اللي هيحصل. الكتاب هيتكتب في بيت العروسه واهل الحاره كلهم لازم يشهدوا على الجوازه دي. انت كنت فين من زمان؟ ده عمل فيه يا عم هيل قبل ما تيجي يا لبنى ولا الكاميرا الخفيه. حبيبي يا بابا انا بحبك قوي. احنا هنقعد نحب في بعض كده وما نتكلمش في المفيد ولا ايه؟ ايه يا ابني هنكتب الكتاب امتى؟ يوم الخميس. يوم الخميس ده بعد بكره؟ اديها فرصه تجهز نفسها. لا 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 انا جاهزه. يا سلام مستعجله قوي كده. مش قصدي يعني من بعد اذن حضرتك. خلاص عمتي انا اذنت. وبالمناسبة السعيدة دي هتعزموني على العشاء عشان أنا والنبي وش منك في الأرض. معلش بقى يا أبو سينا ما احنا كنا جيران والعشرة ما تهونش. والنبي ما عارفة أقول إيه بقى يا أختي. هتقولي إيه بعد اللي حصل؟ ده احنا خرجنا من بيتكم مكروشين. يا وليه ما تقوليش كده؟ معاش اللي يكروشك يا أختي. ليه؟ هو أنت ما سمعتيش اللي حصل؟ ما هو كان قدامي. ده جوزك كرشنا كده عيني عينك. يكونش ابني رمية يا اختي. لا ابني مش رمية، ده انا ابني الف واحدة تتمناه. احنا اسفين يا ست بوسينة، انا بعتذر لك بالنيابة عنه. سلوتفي يا اختي راجع من الحرب عقل مفوت، منهم لله بتوع الحرب الكمالية. كل القنابل نزلت على نافوخه، ده غير غاز التناحة وغاز النسيان، ده بيبقى قاعد في وسطينا كده ومرة واحدة يبيض وما يبقاش عارف هو مين. اهو انت مشيتي من هنا والواد محمود اسم الله على مقامك هبش فيه وهو قاعد متندح مش عارف هو مين. مش كده يا واد يا محمود؟ اه كده. هو بيبيض ساعات وبعدين هو مش مظبوط بقاله فتره. اه ادخل اعتذر انت لسمير. يلا بعد اذنك ست بوسيدة. اتفضل يا ابني. انا مش عايزه اقول قدام العيال الاسم خلصت لغايه كده، احنا خلاص هنتطلق. مش طايقني؟ لا انا طايقه ابص في وشه ولا هو طايق يبص في وشي. لا يا مهجه لا تطلقوا. هو انتوا صغيرين على كده؟ ده عيالكم قربوا يتجوزوا عايزين تطلقوا. ده انتوا تبقوا فرجه وسيرتكم تبقى البانه في بق اهل الحاره كلها. اديني حكيت لك بقى. ربنا يقدم اللي فيه الخير وانا ماليش حد غيرك يا ابو سيد. سامحيني بقى. شكرا يا هشام. معاك فلوس ولا هنغسل الصحون؟ ما تقلقش يا عمي جيب السابق ما يخلاش. يعني اكل بقلب جامد؟ براحتك. طيب اللي اقول لي يا عمي هي طنط مامة لبنى حلوه زيها كده؟ ده سؤال واحد دخل على الجواز. في حد في الدنيا احلى من لبنى؟ طبعا مين يشهد للعروسه. قولوا لي بقى اتعرفتوا على بعض ازاي يا جيل الواحد وعشرين؟ سندريلا. كانت بتلبس الجزمه. اقول قوله اصل اول مره تقابلنا انا ولبنى كان في عيد ميلاد. انا شفتها من هنا يا عمي وما بقتش على بعضي. واحده مليانه حياه بترغي وتهزر وتتكلم وتضحك كله في نفس واحد، ما بطلتش كلام ولا مشاكسه طول الحفله، واي حد يقرب منها تسكه. وطبعا سكتك. حصل يا باشا. لقيته جاي يرسم عليا ويعمل لي قلقيه شويتين بتوعه وبيطلع لي الكرت. اسكت له؟ لا تسكت لمين؟ تديله فوق دماغه. وفجأة هوب الساعة دقت 10 راحت واخدة بعضها وجري. عشان كده سندريلا. بالظبط يا عمي. أنا بقى ساعتها قلبي اتخطف
والله العظيم يا عم شهر بحاله وانا دايخ وراها. قلبت عليها الدنيا، سالت عليها طوب الارض لحد ما جات لي المعلومه الاكيده، وانا برضو ليا مصادري الخاصه. وهوب رحت طابب عليها في الكليه. وبرضو اديته فوق الدماغ. كدابه. اتضح ان هي كمان كانت موصيه طوب الارض زي عشان تعرف طريقي. بنت انت كنت موصيه طوب الارض زيه؟ اخر مره والله يا بابا. ما طبعا اخر مره. لو انت ناويه تعمليها بعد كده ولا ايه؟ نعم. تحت؟ تحت يعني ايه؟ لا طبعا انا مش فاضيه. يا ابني ما تبقاش مجنون، انا ما اقدرش استقبلك في البيت في ساعه زي دي. لا 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 انا ما بحبش الحركات دي. ايه واقف قدام الباب؟ يا مجنون اسمع كلامي وروح احسن. لا مش هفتح لك. رن. طيب 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 خلاص خلاص هفتح لك، بس هتقول لي قدام الباب انت عايز ايه وتمشي على طول. اوكي. نعم. الله مفيش، اتفضل اشرب حاجة. ده انتي باين عليكي بخيلة قوي يا نوفي. خلاص اتفضل اشرب حاجة. مع السلامة. الله هي فين الحاجة دي اللي اشربها؟ اعتبر نفسك شربتها. الله دي لذيذة قوي. اوعي بقى. قلتلك مش هتخش. بصي اطلبولي البوليس، اطلبي لي الخانجة، اطلبي لي أي حاجة، بس أنا مش همشي. دي غلاسة بقى. سميها زي ما تسميها، سميها غلاسة، سميها تناحة، سميها واحد بيموت في واحدة وهي مش معبراها. يا ابني أنت لسه عيل، ما تحطنيش في دماغك لتتعب. أنا مش عيل يا نفين، أنا راجل وصايع قوي وخلاص حطيتك في دماغي. شوف يا سعيد. أنا في مثل مصدقاه قوي بيقول إن اللي بيعمل ما بيقولش واللي بيقول ما بيعملش. يعني أنت بتقول إن أنت صايع قوي وأنا شايفة إن أنت على نيتك قوي. نفين أنا عايز أتجوزك يا نفين. وأنا من ناحية المبدأ ما عنديش مانع. خلاص يبقى نكتب ورق عرفي. بتحكي على إيه؟ مش بقولك إن أنت على نيتك قوي يا حبيبي. أنا مش بتاعت لعب العيال ده. أنا ست ناضجة ماليش في حركات المراهقين دي. يعني يوم ما عايزه اتجوز لازم اتجوز رسمي بمأذون وشهود وشهر عسل وكل حاجة. خلاص يلا بينا نروح للمأذون. كده على طول خبط لزق. ومش خبط لزق ليه؟ ونروح نقضي شهر العسل في اسكندرية كمان. سعيد انا ست حلوه زي ما انت شايف وعندي مؤهلات تخلي اي راجل يتمناني. صح؟ هو انا دهولني فيكي غير مؤهلاتك؟ قولي بقى يا سعيد ايه المؤهلات اللي عندك يا حبيبي اللي تخليني اوافق عليك؟ مؤهلاتي؟ أمال أنت فاكرني الستات بس هي لازم يكون عندها مؤهلة؟
مؤهلتك ايه؟ ما انا قدامك اهو شاب زي الفل، طول بعرض، لا ناقصني ايد ولا رجل. يعني انا لما حاجي اتجوز هقول لصاحباتي ايه؟ اتجوزت طول بعرض. قصدك ايه؟ اولا انا ما اقدرش اتجوز واحد بياخد مصروفه من باباه وممكن يقطعه عنه في اي لحظة. ثانيا انا لما احب اخد قرار في حاجة زي دي لازم اكون ضمن حاجات كتيرة. انت شايف البيت ده يا سعيد؟ ايه رأيك فيه؟ حلو، حلو قوي. خمن كده البيت ده بيصرف قد ايه في الشهر؟ معرفش. 5000 جنيه يا سعيد، 5000. وانا بصراحة بقى ما اقدرش اتجوز راجل واصرف عليه. وانا ما اقبلش ان واحدة تصرف عليا. خلاص يبقى اتفقنا. السكة دي مليانة مليون فخ، وصاحبنا ماشي يظهر في عقله الطخ، يطلع من نقرة هوا تيجي رجله بتروح دقيرة، وهو جامد قوي وغريبة عمره ما نخ. ايام تغم من نفس اتخنق، وازاي صابر عليها وبيسايسها عكس، في حد لسه بلاوي الناس بتهون بلاوي، في حد يضحك زمنه عليه ويدادي، معقولة في حد الزمن ده استغفر الله العظيم. يا زمن لعبي وعن الخداع عليكم، والطيب فيه بيقولوا عنه تغف، واخينا في قلبه ما بدأوا ماشي طريق بدأوا، لو حس النار تلسعه ببرود يقول لها هف، معقولة في حد الزمان ده